السلام، مرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بكم مع ابليكاسيون جديده. كيف تشوف تيتر دي فيديو، مازال كما ابليكاسيون نقولوا 100% محليه تونسيه. علاش؟ الابليكاسيون دي تحتوي على خلفيات من كل تونسيه. دونك سي ابليكاسيون اندرويد هي موجوده على البلاي ستور، السلام عليكم. معنا سي فيها بلوس كو 10 وول بيبر خلفيات تونسيه، معناها بون. ساعة من بعد كيف تشوف الخلفية ولا حاجة، حب شكون من بعد يقول لي ليش بيك حطيت الولاية دي ما حطيت هذه. راهو كيما قلت لكم بلاي ستور تمنع انك تستعمل تصويرات ماهوش بالليسونس بتاعهم اللي هما الجراتوي. دونك اني ذاك شنو لقيت لوجت على دي زيماج جراتوي بار ليسونس، معناها جيستيفي هما جراتوي بور ان يوتيليزاسيون كوميرسيال. دونك لوجت عليهم واخترت انا احسن 15 كي معناها كاستيون كاليتي ديماج، فهمت؟ ومن بعدها حطيتها في الابليكاسيون، وان شاء الله تعجبكم. اللي يحب يحط خلفيه تونسيه، علاش نلقاو مثلا دبي وول بيبرز، فرون وول بيبرز، زاد نلقاو تونس وول بيبرز، اما ما سمعتهاش تنزل وول بيبرز، سمعتها خلفيه تونسيه. الابليكاسيون ديجا هي انستالي. جات تبدا كيما هكا، وانا ان شاء الله نشوف بلس بلس سكرين، بعد تختار خلفيات كيما هكا يطلعوا لك. شوف معناها اكثر 15 بونس، وتنجم زاد تنزع البوتون مور هذاك يعطيك خلفيات اخرى. دونك ان شاء الله جيسبر تعجبكم. النجم مثلا نشوفوها، انا شو نشوفوها على البلاي ستور مثلا، جست انت تدخل جوجل بلاي. عملنا دونك تطبيق لتونس 2018، نزلت كملت استفدت حتى خلفيات تونسية. فوالا اول ابليكاسيون طلع لك، هذه هي الابليكاسيون، هذه الايكون نتاعها وتل افريكا هكا، تلقى جامع عقبة ابن نافع، كلك فوتو كوليزي الجام وغيرها من الخلفيات. معنا فما ان شاء الله عجبوك الخلفيات. سي ما عجبوك سهلة برشا تجد ديزانستالي الابليكاسيون. جست برا حبينا عنك نعملو ابليكاسيون تونس، علاش لا نبداو فيها عام 2018. ماذا بيا اذا انستاليت الابليكاسيون، انا حط في كومنتير شنو رايك، معنا شاركني رايك اسكو عجبتك ما عجبتكش، اسكو تحب نحسنوا فين، عندك فكر مش باش نحسنوا في الابليكاسيون. دونك مرحبا وبتو معناها بو الاوبينيون، معناها تو فو كومونتير، ارائكم الكل محبوب. دونك اذا عجبتك الابليكاسيون تنجم معناها ما تنساش تعمل تزع بوتون سبسكرايب باش يوصلك النوتيفيكاسيون على الفيديوهات الجديده نتاعنا وعلى لي زابليكاسيون نتاعنا الجداد زاده. وإذا عندك موضوع تحب نطرقوا له ولا نخدموا عليه فيديو زاد خليه لي في كومونتير، سواء تحت الفيديو سواء في الباج فيسبوك، وان شاء الله في اقرب وقت نجاوبك عليها. دونك خليك معنا باش تكسر الجوجل بلاي ستور وتيرشارجي لابليكاسيون خلفيه تونسيه لسنه 2018. فما بقى نقول لكم على بروشين.